استاذ شو صار باخر طلبيه؟ معلم حكيت معهم على الصين قالوا لي انه راح يتاخروا شوي مشان بس مشاكل بالشحن وطلب خلص بس امس كثير صار لي يومين طلب. انا حكيت مع طب بتحب اقول لك لابو وليد مثلا رن عليه هلا والغي لي الاوردر كلياته وبدي شركه جديده تبعت السكرتير انا ما بدي هلا يعني. الو ابو وليد شو صار؟ والله طيب هاي المعلم معك تفضل. شو بده؟ بدي احكي معك. ابو وليد انا من يومين موصيها يعني انا زلمه خلص بطلت بدي اياها بطلت بدي اياها. انا زلمه بحب بحترم المواعيد وبحب اللي بحترم مواعيدي. هاي انا سكرتيرة جديدة مشو طلع برا طلع برا. انت سكرتيرة جديدة؟ كريمة. أهلا أهلا. تفضلي. لا شو اسمك؟ كريمة. كريمة الضابة كريمة 26 سنة. بتعرف شغلية؟ مثل ما طلبتك بالضبط بالوقت المناسب اجتيني. اوكي عارف شغلتك هلا؟ شو؟ اوكي سيبنا من الشغل هلا. كم لغة بتحكي؟ سبع لغات. سبع لغات؟ ايه. طيب ايش هذا اللي معك ورجيني شو وضعك؟ مسيو عندنا شو مع مسيو توني على الساعة 7. هل ذبحتيني بعيونك هالكحيلي يا حلو اللي جمالك هلك حيلاي يا هي يا الاهلي عنك وعني يا هلك حيلي اذا بفرق بين الحباه يا هي يا شو جابك عحينا يا صغيري شو ايعادك عندنا يا صغيري عملتي أزمة كبيرة شهلتي كل الجيري ما خليتينا ننام يا صغيري يا صغيري ياي. اوكي هلا شو لكم الشغل؟ فهمتني يا معلم؟ لا بس شو قد الشغل هلا خلص؟ شو ما عجبتك؟ لا كله تمام بس شو المشكلة يعني ما؟ انت جوعانة صح؟ لا بس لا يعني لا جوعانة انت مش تغدى يلا